ده كل اللي حصل؟ ده يا بيه كل اللي حصل. مش ناسي حاجة؟ حاجة زي ايه؟ أي حاجة، أي حاجة مهما كانت تافهة أو صغيرة. في حاجات يمكن تبان لك أنت مش مهمة، لكن بالنسبة لنا إحنا تبقى مهمة أوي. والله يا بيه يعني أنا مش عارف الحقيقة، إنما لو افتكرت حاجة حابة أقولها لسيادتك. أنت إيه اللي خلاك تشك؟ أول هامة بيه لما جوجو قالت لي إنها يهودية. تاني هام لما حسن سوكا قال لي ما تكتبش حاجة وبص حواليك، وإذا كان في حرب. ما هو لو أنا قلت لك يا بيه إن في حاجة معينة أبقى كذاب. بالعكس يعني دي كانت شغلانة هتجيب لي قرشين حلوين ما كنتش أحلم بيهم. انت وراك حاجة؟ لا بيه ما وريش حاجة، بس أنا كنت عايز أعرف يعني عايز أعرف إيه الحكاية؟ يعني هل شك في محله ولا أنا غلطان؟ لا في محله طبعا. يعني أنا شوف يا جمعة، احنا في حالة حرب مع اسرائيل، واي دولة في حالة حرب يهمها انها تعرف كل حاجة عن الدول المعادية، كل حاجة واي حاجة مهما كانت بسيطة. ساعات حاجات صغيرة زي ازمة السكر مثلا اللي موجودة في بلدنا اليومين دول تهم الدولة دي باي شكل من الاشكال. عشان كده اسرائيل نشيطة قوي في البلاد اللي فيها تجمعات من المصريين زي اليونان مثلا. طب ليه ما نبهتنيش من الاول يا بيه؟ نبهتك. مش يمكن بندليدس ده يطول بره؟ مش عايز افكر في كده. عين الغلط. الله ما بلاش تفويل امال. مش كده احسن ما تدفن دماغك في موجة عكرة ما تشوفش منها الريح رايحة فين؟ انا حاولت انبهك انت اللي ما سمعتش كلامي. بس كان ممكن يا بيه ما اخدش بالي وامشي في اللعبه دي وانا مغمض وفي يوم وليله الاقي نفسي في حديد. لا مش ممكن. هو ايه ده اللي مش ممكن؟ مش ممكن ما تاخدش بالك. لا يا بيه ممكن. لو كان ممكن ما كنتش اتخانقت مع مصطفى. انت اتخانقت مع اخوك ليه؟ كان بيقول اسرار البلد. وما رضيتش تسمعه ليه؟ كنت خايف. لا خايف لا تقول اللي بتسمعه لحسن سوكا. بس كان لازم يا بيه تنبهنا برضه. انت فاكر نفسك لوحدك؟ يعني ايه؟ فاكر قط المصريين اللي رحناها سوا في اليونان؟ يعني قصدك تقول يا بيه ان اسرائيل مش اسرائيل بس، اي دوله في العالم يهمها انها تعرف كل المعلومات الممكنه عن الدول التانيه، وعشان كده حاولت انبهك لحد ما اتهمتني بان انا بقفلها في وشك. طب يا بيه دلوقتي انا عايز اعرف راسي من رجليا. هتعرف. هتعرف كل حاجه بس اذا حبيت. أنا حابب يا بيه. أنا هسيبك دلوقتي شوية، ورايا شوية حاجات لازم أعملهم. أنت هتقعد على المكتب وتكتب كل اللي حصل. ما أنا قلت لك يا بيه على كل حاجة. لما تكتب هتفتكر حاجات صغيرة ممكن تكون ناسيها وأنت بتحكي، وزي ما قلت لك أي حاجة مهما كانت صغيرة أو تافهة لازم تكتبها. في حاجات أنت يمكن ما تاخدش بالك منها، لكن إحنا ممكن نفهم منها حاجات كتير. وراك حاجة؟ لا بيه ما فيش، بس أنا خايف أعطلك. تعطلني إزاي؟ ده شغل يا جمعة. ألو؟ إيه يا مدحت؟ أنت لسه في الشغل؟ طبعًا. الساعة بقت 8. عادل إزاي دلوقتي؟ حرارته ارتفعت تاني وأنا مش عارفة أعمل إيه. طيب أنا هكلم سليمان أخليه يعدي عليكم. دلوقتي مش ممكن. لما يجي سليمان خليه يطلبني على السويتش. مع السلامة. استبينا يا جماعة؟ استبينا بيه.
لو عزت قهوة ولا شاي اضرب الجرس ده هيجي لك عوض على طول. وحلاقي السكر برضو؟ ما يهمكش، هبعت اجيب لك تلقيمة من البيت. كل حاجه يا ريس. وبعدين يعني ده انت حبيبي، ده انا بحلم بيه. انا قلت على كل حاجه، ولو نسيت حاجه مش اشكال، انا بني ادم برضو ممكن انسى اي حاجه. انما انا هكتب كل حاجه وربنا يعيني ان انا افتكر كل حاجه يا ريس، لان سيادتك طبعا انت عارف بقى كل حاجه. وفي حاجه بتخفى عليك. ربنا يخليك يا رب. مساء الخير يا عزيزي. اهلا يا مدحت. انت فاكر ايزاك حييم وابراهام كلود؟ مالهم؟ عايز صور دلوقتي؟ دلوقتي. والشغل ده؟ سيبه. انت عارف معنى ان اسيب الشغل دوت وانزل تحت؟ قال لي يا اخينا انت. انا عاوز الصور دي دلوقتي يا عزم. انت مش ليك بيت وزوجه وطفل؟ يو فكرتني. فكرتك بيه؟ الواد عادل سخني قوي، لازم اكلم الدكتور سليمان يروح له. ايوه يا سليمان، عادل حرارته عاليه قوي. لا من المكتب. مش حاضر اروح دلوقتي. هو عادل ده مش ابن اختك؟ انت انسان امر غريب قوي يا اخي. مع السلامه. عزمي انا رايح للسيد بدر 10 دقايق، ارجع الاقي الصور جاهزه. انت ما بتهمتش؟ تشكر يا اخ عوض. اي خدمه تانية يا استاذ عبده؟ عبده مين؟ في لا مؤاخذه حاجه؟ لا مفيش حاجه. بس اصل انا السجاير خلصت، فكنت عايز اي حد يجيب لي سجاير. اتفضل. تشكر اخ عوض. طب دي تمنها كام هنا لو سمحت؟ الرئيس زكريا هو اللي بعتها. الرئيس زكريا؟ ايوه. هو البي هنا اسمه الرئيس زكريا. جمعه راح السويس فعلا وعاين اماكن المراكب، بس احنا كنا معاه في كل تحركاته من يوم ما وصل. قال لك على اللي عمله؟ قال كل حاجه. وانت ناوي على ايه؟ والله يا فندم ما اقدرش اقول دلوقتي لاني ما اعرفش جمعه كويس. انت مش شفته في اليونان؟ بس مش كفايه. امال امتى هتاخدوا القرار؟ اذا الراجلين دول طلعوا ابراهام كلود وايزاك حييمي يبقى لازم نستنى شويه. هما لسه الاثنين بيشتغلوا مع بعض؟ مش اكيد، لان جمعه ما شافش الا واحد بس، واعتقد انه ابراهام كلود. وهتعرف منين ان التاني هو ايزاك حييمي؟ مفيش بقى غير ان اخطف رجل لغايه بار ستار في بريستون. لان انا بعتقد ان البار ده بالتحديد غطى نشاطهم في المنطقه دي. تفتكر جمعه هينفع يا مدحت؟ لا يا فندم ما اقدرش اقول لحد دلوقتي. متهيألي جمعه هيبقى مثالي. ايه؟ ربنا يسهل. اخبار عادل ايه؟ لسه عنده سخونيه؟ بعت له الدكتور سليمان من شويه. متهيألي الولد محتاج لوجودك جنبه يوم ولا اتنين. لا يا فندم، اصل ال خد التقرير من جمعه واقعد مع عادل. ايوه يا فندم. ما هو 48 ساعه هتقضيهم معاه هيبقى كويس قوي. مدحت عبد الباري من بكره ياخد اجازه 48 ساعه. لا برضه ياخد الاجازه. عادل ابنه تعبان ومحتاج لوجوده جنبه. شكرا، مع السلامة. وجدي، ممكن
ممكن تطلع لي اخر عملية عملها ابراهام كلود وايزاك حيين مع بعض؟ ايوه، اخر حاجة اشتركوا فيها سوا. تعرف الراجل ده يا جماعة؟ ده حسن سوكا. ده اسمه ابراهام كلود. ايه؟ ابراهام كلود واحد من اهم ضباط قسم الشرق الاوسط في الموساد. ايه الموساد دي، مستشفى؟ ده اسم المخابرات الاسرائيليه. وتعرف ده؟ لا بيه معرفوش. حقق في الصوره كويس وحاول تعرفه. لا بيه ما شفتوش قبل كده، انا متاكد. طب ودي؟ دي ميري صاحبة ديموس. ودي جوجو طبعا. ايوه دي هي، دي جوجو. هي جوجو. ميري دي اسمها الحقيقي راشيل فلاديمير، من اصل روسي بس اتولدت في لندن. تعلمت اللغة العربية هنا في مصر تحت اسم ميري وودورز. طيب وجوجو اسمها ايه؟ اسمها جوجو برضه. اشمعنى دي؟ احنا مش اتفقنا انك انت هتعرف اللي لازم تعرفه في الوقت المناسب؟ طب يا بيه ايه المطلوب مني بالظبط؟ حاجة واحدة بس. ايه هي؟ تسكت. ماشي. لا مش كده يا جماعة. هو ايه اللي مش كده؟ لازم تفكر في الإجابة. تفكر إذا كنت هتقدر تسكت فعلا ولا تحكيش حاجة لحد ولا لأ. ما أنا قلت حضرتك ماشي. ولا الفاطمة؟ ولا الفاطمة. إذا عملت كده تبقى هايل. طب ولو أي حاجة تخطر على بالك اسألها لي. يعني أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هتعيش بشكل عادي جدا. يعني ابتدي ادور على شغلانه لقط منها رزق انا بقى؟ طبعا. امال يعني هتعيش ازاي؟ طب يا بيه لو حبيت اشوفك هتلاقيني جنبك. ايوه يعني افرض انا يا بيه عايز يعني... برضه هتلاقيني جنبك. طب يا بيه عايز مني حاجه تانية؟ اخرتك انا مش كده؟ لا ابدا، بس اصل كان في ميعاد عند الدكتور عشان فاطمة. هو اسمه ايه؟ اسمه ناجي سليم. كان معاكم على الساعة كام؟ الساعة 8 بيه. مش هتلحق طبعا. لما ممكن تروح له بكرة. ما انا لازم بقى احجز قبلها يعني بيومين وادفع الكشف تاني. انت لا هتدفع ولا هتحجز. اللي بقول لك عليه اعمله. يعني اروح له بكرة؟ تمام. الساعة 8؟ أي وقت يعجبك، بس أنت قول للممرضة إن اسمك جمعة الشوان وإنك حجزت قبل كده. هو سيادتك تعرفه؟ آه بحق، ده أنت ليك حاجة عندي. ساعتك كام يا بيه بالظبط؟ اطمن مظبوطة. دنيا صغيرة. هتعمل ايه؟ بس انا خدت منك يا بيه 2000 درهم، الدرهمة ساعتها كانت بحوالي. خلي فلوسك في جيبك. اصل بيه ساعة ما بعت لك الساعة. انا مش بيه. انا اسمي الرئيس زكريا يا جدع. طب ده الرئيس زكريا ليه انت تدفع الفلوس دي يعني؟ مش أنا اللي دفعت ثمن الساعة يا جماعة. أمال مين يا فندم؟ مصر. استبينا يا معلم. استبينا. بس عبارة اسكندرية والعجمي دي عايزة ترتيب. وهترد علينا إمتى؟ ادوني يومين. وإذا ما جاش رد بعد اليومين يبقى اتصرف في البضاعة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. إيه أديك سمعت بودانك.
انا مش فاهم انت معاصلك ليه في عبارة الاستلام في العجمي دي. اصل البضاعة جاية من ليبيا. طب انا عارف. وعارف انها هتحمل لوري. خير وبارك. طب مين اللي هينقلها؟ الا مين؟ انا وكيمو وزينهم. لا انتوا لوحديكوا ما ينفعش. جرايا دارش، انت مش عارف البلد واللي فيها. عايز تقول ايه يا معلم؟ عايز اقول انك انت وكيمو وزينهم ما ينفعش، خصوصا لو حصل حاجه كده ولا كده. يا معلم فال الله ولا فالك، احنا عايزين واحد تاني معاك، واحد يكون مخه كبير وحرك ولعيب ويعرف يلاغي الغربال لو طبوا علينا. فهمني اكتر. شوف يا سيدي، واحد منكو هيكون في اللوري والتاني هيركب العربية المرسيدس بتاعتي ويكون عليه القيمة. زي مين كده يعني؟ الله، انت مش بتقول ان اخوك جمعة جاي من بره لابس هدوم ألاجة وعامل زي البهوات؟ العبارة كلها بدلة وجاكيتة جلد، غاليين حبتين. طب ما احنا مش عايزين منه اكتر من كده. يا بس جمعة مش عايز يا معلم. اسمع درش، العملية دي مش سهلة، لو خدناها هنضرب ضربة في السوق تجيب لك ألوفات. هو أنا اللي مش عايز يا معلم. الله، طب ما تخليني أشوفه يا جادة. ثم إن ده أخوك، يعني قلبكوا هيبقى على قلب بعض، مش غريب ممكن يسيبك تغرق ويكت. بس جمعة دماغه ناشفة. لما يعرف إنه هيحصل له جزء ألوفات دماغه هتطرح، هتلين. خلاص أنا هعمل اللي عليا وأقول. لا ما تقولوش أنت أيوه حاجة، قول له بس ان انا عايز اشوفه. ماشي يا معلم. ماشي. الله، ايه اللي بتعمله ده يا كيمو؟ الله، انت مش هتاخد لك نفسنا يا معلمي؟ لا بطلناها يا جدع، من الليله هنبطله، هنعوم ونهب على وش الميه. الله، ما رح تشرب ايه يا معلم؟ مية برضو يا قفل. مية. طيب طيب، ما تعالوا خير. مريم وجمعة، استنى عبال ما تفتحوا. جمعة خليك واقفة مطرحك يا ست. ايه ده كله يا ابني؟ اللهم اجعله خير. خد يا اما اعمل لنا شوية فتة ولحمة. جمعة يلا يا ام جمعة، يلا خلينا نبري نفسنا شوية، الواحد مصرينا ونشرف من يوم ما سافر. يدوم عزك يا ابني وتعيش وتجيب. انا مش قلت لي خليك واقف مطرحك؟ جمعة كنت فين؟ شغلتني عليك. كنت بدور لك على شوية حاجات من اللي انت بتحبيهم. كل الشهور دي؟ كل الشهور دي يا ابن خالتي. يا عبارة ابن خالتي دي بقى. ربنا ما يحرمني من حسك ابدا. حذري جايب لك ايه؟ انا مش عاوزه حاجه. حذري. طيب انا عاوزك انت. انا اهو يا بنت كريم يا رب. ايه رايك بقى؟ تفاح. عرفتيه؟ والله زمان يا جمعه. ده في كبده كمان يا فاطمه، ما تيجي يا بنت تساعديني. من عينيا يا خالتي. انت فاكراني نسيت؟ ها؟ فاكراني نسيت ميعاد الدكتور؟ انت اللي قلت انه بالحجز والساعه والدقيقه. ما انا لسه بقول. خلاص زمان الفلوس اللي دفعتها هتروح عليك. لا مفيش حاجه هتروح عليا ولا حاجه، اصل الميعاد اتاجل لبكره. ربنا ما يحرمني منك يا ابني. يا جوزي، قولي لي يا جوزي. مؤاخذه يا جماعه. الله يكرمك يا جدع. اعمل ايه؟ ما انا دخلت لقيت عالم بتضحك، قلت يبقى انا غلطت في الشقه. طب خش يلا، حمادك تحب. حمادي؟ طب فين حماده دي يا حصل؟ ما انا طول عمري ماشي حاف. جدع انت حافي ايه؟ بطل يا ماما وقول لي ايه اللي جابك النهارده بدري؟ انت ايه جاي تتشقد في جمالي؟ ولا ما انتش قادر. ما انا عارف، وما انا ايه اللي جابني بدري؟ عامل حسابي برضه انك هتتعب قلبي. انت بتعملي ايه يا عندي؟ ما تيجي تكسري العيش لاجل ما نعمل الفته زي جوزك ما هو عاوز. من عينيا يا خالتي. جابحين فته. ايه العباره يا مصطفى؟ عمليه ب50 باكو. كبيره عليا. ايه اللي قال؟ دي مقاسك بالظبط. اداني اقل مقاسك. جريه ايه؟ انت فاكرني خالي الشغل ولا ايه؟ مش انا يا جمعه. معلم برضه؟ بيقول انه عايز يشوفك وبس. تقعدوا تشربوا كوبايتين شاي، ورقتين، تلاقوا بعضيكوا.
قلت يا ابن والدي. امتى؟ وقت ما تحب، بس انت قول اه. طب خلاص، بكره بعد ما ارجع انا وفاطمه من عند الدكتور. شايفة حاجة كده؟ لا. وكده؟ لا. ما فيش أوقات حسيتي فيها إنك بتشوفي حاجة زي نور بيولع وينطفي بسرعة؟ أنا عايزك تفتكري كويس قوي. ساعات. إمتى؟ يجي من شهرين تلاتة كده. كم مرة حصلت لك الحكاية دي؟ مش فاكرة، يمكن مرتين ويمكن ثلاثة. وإيه اللي كنت بتشوفيه بالظبط؟ زي ما يكون نور بيولع ويطفي، ومرة جت زي ما يكون بيجري. وآخر مرة جت لك الحكاية دي إمتى؟ ساعة جمعة ما جه من السفر. وايش معنى المرة دي يعني اللي افتكرتيها بالساعة؟ أصلي ساعتها كان نفسي أشوف. إيه اللي ساككوا لحد دلوقتي يا سيد جمعة؟ لا لا مؤاخذة يا دكتور، أصلي أنا كنت مسافر. على كل حال أنا هكتب لكم على دواء. الدواء ده لازم تاخده بانتظام وفي مواعيده بالظبط. سامعاني يا ست فاطمة؟ حاضر. لا مش حاضر كده. امال حاضر ازاي؟ حاضر يعني ما تنسيش مرة واحدة. بانتظام شديد جدا. وما تنفعليش بحاجة. لا تزعلي نفسك ولا تنعل الدنيا هم. طب ازاي؟ شوف يا ست فاطمة، انت ما عندكش حاجة ابدا. ويمكن ما بين يوم وليلة تصبح تلاقي نفسك بتشوفي احسن من انا ومن جوزك اللي واقف ده. المهم كل ما خدت الدواء في ميعاده بالظبط كل العلاج مؤثر. وفي علاج يا دكتور؟ اه، الدواء ده مع الراحة الشديدة هو العلاج. وبعدها لازم نعمل عملية. هي دي العملية؟ وليك فيها زي اخوك بالظبط. يفتحها الله. من غير اخد وعطا. مش دي العبارة. طلباتك ايه؟ برضه مش عبارة طلبات. العملية دي عايزة شغل تاني. ازاي؟ تدفع كام واقول لك ازاي؟ مش فاهم يا سي جمعة. ما انا لو قلت لك ازاي هبقى بديك عرق ببلاش. اه، عايز كام؟ على ازاي؟ لا على كله. 15%. لا تبقى هتخسر معايا. تحب احسبها لك؟ ازاي يا سي جمعه؟ العمليه هتبقى ميري. ايه؟ انت بتقول ايه يا جمعه؟ اللي انا قلته انت سمعته كويس يا مصطفى. انت عايز تودينا في حديد؟ حديد ايه؟ ما انت لو رحت في حديد انا كمان هروح معاكم، وانا ما بحبش العباره دي. طب هتخليها ميري ازاي؟ 15%. ماشي. وانا 10%. ايه حلو كده يا مصطفى، كويس قوي. هتنهب؟ ماشي يا سي جمعه. نص المبلغ الاول. ده كلام؟ الاول شرط اخره نور. يا سلام. النص التاني بعد البضاعه ما تتشوه في المخزن بخمس دقايق. طب ما قلتليش هتخليها ميري ازاي؟ انت اللي هتخليها ميري يا معلم. ايه انت ناوي تصدرني للعبه انا جمعه شوان؟ مش انت صاحب المال؟ ايوه. وافرض هتروح الوزاره تطلب اذن استيراد من ليبيا؟ الله، انت اتخبطت في مخك يا جدع. تقول لهم ان البضاعه حديد خرده. خرده ايه؟ دي كلها قطع غيار ملفوفه في ورقه. بعد ما تطلع الاذن هاخد انا واسافر بيه اشتري شويه الخرده وتاني راجع. العمليه دي مش هتستحمل خمس ايام. طب وبعدين؟ بعد ما نعدي الحدود ورقنا فول الفل واخر قليصه هنحط ده على ده اللي يكلمنا نطلع له الاذن. طب افرض انهم فتشوا اللوري. سيب العبارة دي بقى على أبو خيمة زرقاء وعليا. مش قلت لك مخه كبير يا درش؟ طب والحديد الخردة هتعمل فيه إيه يا جمعة؟ هاخد أنا بقى مصطفى، هتعملوا بيه إيه؟ كل واحد ونصيبه. إيه؟ يلزمك كام يا ريس جمعة؟ كلام إيه اللي بتقوليه ده يا فاطمة يا بنتي؟ مش يمكن جمعة يجي؟ هو مش بعت قال روحوا أنتوا وهو التاكسي مستنينا بره؟ والله ما أنا عارفة إيه آخرة كل ده. هو الدكتور مش قايل لك ان الحكايه هتاخد شويه وقت؟ منها بقالي 4 شهور على دي الحال يا خالتي. ما تستعجليش يا فاطمه، كل شيء باوان يا ضنايا.
الراحه بس جمعه. لا بحث نفتح الباب من بره عشان ما بتفتحش من جوه. لا يا جمعه بس ايوه الجامع عشان عايز عافيه اهو تمام. تشكر يا سحس خليك معايا بقى عشان هنقفله سوا. أوب. ها ايه رايك بقى تدوبها فعلا العافيه يا جمعه. ايه هي فانيلا يا قاضي وعهد الله كان انا اللي اشتريتها. ما تغلاش عليك يا سحس. بقولك ايه؟ ايه؟ جمعت المعالي معدوا عليك. سيبك من كل ده، أنا عايز 50 الشاي اللي هي دلوقتي عمر بيها دماغي. ماشي يا سجوبة. وعندك شايف الـ50 وخليه يغلى على مية بيضة. دق للمونة لأجل الدماغ ما تتعمر. مساء الخير يا رجالة. مساء الخير. مساء الخير يا معلمة. أهلاً أهلاً. المونة قربت تخلص يا سجوبة. أنا ليك يا معلم. بكرة. ربك كريم. أبو النبي. الله. ازيك يا أستاذ؟ إيه تأخرت ليه الليلة؟ كنت مع جماعه سوايسه باكل لقمه. سوايسه؟ اه مهجرين في بني سويف. تصور يا استاذ واحد منهم اخترع 20 طريقه للفول المدمس عشان يغير طعم الاكل بوق العين. كل الناس على كده. اه يا ما نفسي اشتغل شركه السياحه دي يا استاذ. ليه ما انت كده كويس؟ رضا والحمد لله. بس الشركه دي بقى هتشغل كل الخلايا اللي مش لاقيين دول. مساء الخير يا استاذ جمعه. اهلا يا كيمو. عادل المؤاخذه المعلم بيقول لك عدي عليه الليله وانت مروح. هو قال لك كده؟ اذا كنت فاضي واذا ما كنتش هو مستنيك بكره طول النهار في المخزن. طب روح انت. سلام. العبارة دي لازم يكون لها حل. ايه مالك يا سي جمعة؟ 2000 يا سي جمعة. 60 ده. والشاي؟ سك عليه مش عايز. ايه ده؟ مين؟ مساء الخير يا جمعة. مساء الخير يا غالي زكريا. وراك حاجة؟ حتى لو كان ورايا. طب ايه رايك في 50 شاي؟ يا عيني جت في وقتها. عربيتي على الناصيه تعالى ورايا. ساعة انت لما جيت بيه كنت لسه رايح اقول له افتح لك. لا حقيقي عفارم عليك. انما بيه لا مؤاخذه يعني الناس اللي زي المعلم دول سايبين كده؟ ما نفسكش تتفسح؟ اتفسح؟ الله يا بيه فسحوني ولا ايه؟ لا تسافر بره يعني. مش فاهم. هي الحكايه مش سهله بس انا متاكد انك تقدر تعملها. اه اسافر لهم يعني؟ طب وهقول لهم ايه؟ هتقول لهم على البيانات اللي هم طالبينها منك. مش فاهم. طبعا بصراحه بي انا خايف. لازم تخاف. وإذا سألوني عن حاجة هترد عليهم؟ أقول لهم الحقيقة؟ ساعات. يعني أنا هقابل حسن سوكا تاني؟ أنا فاكر العنوان اللي هو اداهولك. على بلجيكا. وهتمضي باسم أحمد عبد الرحمن. أه يمكن. لا مفيش حاجة اسمها يمكن، لازم تبقى عارف بالظبط. أيوة بس أنا نسيت. مش لازم تنسى. طب إزاي؟ بالتدريب. بالتدريب كل شيء يبقى ممكن. أه طيب هكتب أقول لهم إيه في الجواب؟ قول لهم يبعتوا لك تذكرة على إيطاليا وإنك محتاج فلوس. أيوه بس أنا مستور والحمد لله. معاك كام يعني؟ يعني جزء له فات. وبدل الجزء ما يبقوش 10؟ دي أهم حاجة لازم يعرفوها عنك. إيه هي؟ إنك بتحب الفلوس أكتر من أي شيء في الدنيا. وفي حد يكره النعمة؟ لا بس أنت زيادة شوية. أنت ممكن تبيع أخوك عشان تكسب قرش زيادة. ده اللي لازم يفهموه. طيب بعد ما اكتب جواب اهو على ما يجي الرد نتقابل كده كم مره علشان ندردش. لا لا يا مصطفى لا. مش معنى الوقت يا جمعه. انا حر يا اخي. هو السرقه بالعافيه؟ معنى تقول الكلام ده يا جمعه؟ اسمع مصطفى انا اشتغلت معاكم عمليه والتانيه التالته بقى حسيت ان انا حرامي بسرق الناس اللي عايشه في البلد دي. قصدك ايه يا جمعه؟ انا مش عايز اتخانق معاك. كل واحد حر في اكل عيشه. انا بقى هفتح شركه السياحه. سياحه؟ انت بتصدق نفسك يا جدع. بكره تشوف. الا اقول لك يا جمعه لا مؤاخذه يعني بدي الكلمه تكونش فاكر ان اخوك حمار. عايز تقول ايه؟ شركه سياحه ايه يا ابن الناس اللي بتروح لها كل يوم والتاني السويس دي؟ سويس ايه؟ مش بس السويس، ايه حكايه اللانش اللي انت هتشتريه؟ مين اللي قال لك الكلام ده مصطفى؟ علي ابو رضا كان هنا من يومين وحكى لي على كل حاجه. انا ما بخبيش حاجه على حد يا مصطفى. حلو الكلام. طب اللانش اللي انت هتشتريه ده هتشغله فين؟ في بلد ما فيهاش الا العساكر ولا في مينا بره؟
ولا تكون ناوي تجيب السياح تفرجهم على العالم الاسرائيلي على الضفه الثانيه؟ المايه هتكدر الغطاس دلوقتي. ايوه يا ريس. بالراحه على اخوك شويه يا مصطفى. انا خايف عليه يا أم. من ايه يا مصطفى؟ انا كمان قلبي وكلمه. ده جواب من شركة السياحة اللي أنا بشتغل معاها، وحجز لي كمان تذكرة طيارة، هي اقتصاد. مالك يا شوان؟ أنت عايزني أقول لهم كل الكلام اللي هم عايزينه؟ وليه لأ؟ أيوه بس المركب البولندي اللي غرقانة في كيلو 25 مالها؟ كل اللي أنا هقوله عنها صح. أنا كنت هناك وعارف إن المعلومات دي كلها مظبوطة. طب ما أنا عارف. طب إزاي؟ قول إزاي يعني؟ عشان يصدقوك. إيه؟ شوف يا جمعة، في حاجات هم عارفينها وعارفينها كويس أوي. لما يطلبوا منك إنك تجيبها لهم بيبقى ليهم أهداف من ورا ده. عشان كده لما تودي لهم معلومات صحيحة وجنب منها معلومات غلط هيصدقوا كل اللي بتقوله. طيب ولو كشفوني؟ لو عملت اللي انا بقولك عليه مش ممكن يكشفوك. طيب افرض يعني الطوبه جت في المعطوبه. انت فاكر اللي انا قلتلك عليه؟ تحب اسمعه لك تاني؟ يعني ما انتش ناسي حاجه؟ بقالي 15 يوم مفيش حاجه ورايا غير الحفظ. يبقى مش ممكن الطوبه هتيجي في المعطوبه. مالك يا شوان؟ خايف يا بيه. ما هو لازم تخاف. لازم ليه؟ عشان تنجح. انت لو ما خفتش يبقى مش هتنجح. يعني اروح احجز الطياره زي ما اتفقنا. طب واذا ما تخافش هتلاقيني جنبك في اوروبا، في المريخ كمان. اشوف وشك بخير يا بيه. في رعاية الله يا شوان. عوض افندم. وصل الاخ عبده لغايه الباب. حاضر يا فندم. سليم، كل حاجه جاهزه؟ جاهزه يا فندم. وامر النيابه؟ جاهز من 3 ساعات. تقابلنا على البوابه بعد ربع ساعه بالظبط. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.